في العراق فقط شهادة وفاة لطفل على قيد الحياة. خدمة مدفوعة الثمن لمعرفة إذا ما كان الزوج متزوج من أخرى أم لا. في جمهورية الكونغو أرض أزياء من النفايات. والمزيد في هذه الحلقة من نيو تريندينغ، ابقوا معنا. أهلا بكم. في العراق نبدأ مع هموم المواطن العراقي وفيديو انتشر لمواطن من الديوانية حصل على شهادتي وفاة لطفله الراقد في أحد المستشفيات الأهلية. هذا المواطن وجه رسالة لرئيس الوزراء والمسؤولين عن القطاع الصحي لإيقاف المتاجرة بالأرواح داخل المستشفيات. رسالة أوجهها إلى رئيس الوزراء، إلى رئيس الصحة، إلى وزير الصحة، إلى سيد محافظ الديوانية، إلى سيد مدير صحة الديوانية. ابني انقتل بهاي المستشفى، مستشفى برات الأوسط. أعطاني إياه ميت بكارتون. وأخذت عن مغتسل وألقاه أنا مخليه ساعتين بالسيارة بهذا الجو بهذا الحر. وألقيه بالمغتسل إنه هو على قيد الحياة. ورجعت هنا وعندي شهادة وفاة للطب. عندي شهادة وفاة بيوم 1/9 وعندي شهادة وفاة بيوم 2/9. أرجو القصاص من القتلة اللي قاعد يتاجون بأرواح الناس بهذا المبنى بهذا المستشفى، مستشفى فرات الأوسط الأهلي. أنا جئت لهذا المستشفى بعد عجز المستشفيات العامة عن توفير مستلزمات طبية اللي لازم يوفوها للمرضى. كالعادة هذا الفيديو فتح جراح المواطن العراقي ليعاني على كافة الأصعدة وانهالت الكثير من الانتقادات. قالت في فيسبوك: لا تناشد ولا تتعب، عندنا مافيات بالديوانية مو أطباء إلا القليل القليل اللي يعمل بإنسانية. أما درة كتبت تقول: قتلت سراق الحياة، لازم النقابة تسحب منهم هوياتهم وتحاسبهم وتفصلهم، يأخذون بالملايين وما يشبعون وفلوسهم كلها تروح للحرام. طبعا رغم الانتقادات للمستشفيات والإجماع على أن الخدمة سيئة، إلا أن بعض المعلقين وضحوا حقيقة ما حصل، حيث كتبت رحاب الوائلي تقول: الحقيقة أن الطفل إسقاط 5 أشهر في بطن أمه وليس بعمر 5 أشهر، أمه مصابة بمرض سكر وضغط. الإهمال الحكومي موجود، لكن اتقوا الله في كلامكم، ستحاسبون على كل كلمة تكتبوها أو تنشروها. أيضا يقين قالت عن هذا الموضوع: ما يصير تكتب عمر الطفل 5 أشهر لأن الأم حامل به 5 أشهر، ترى طبيعي جدا أنه ما يعيش. من هذا الفيديو وهذه التعليقات مشاهدينا نبقى في إطار المستشفيات، وظاهرة بدأت تتكرر دائما وهي الاعتداء على الطواقم الطبية. فقد انتشر فيديو الاعتداء أشخاص على أطباء في مستشفى الفيحة، شاهدوا معي. طبعا البعض شجع الاعتداء على طواقم الطبية، لكن البعض الآخر رفض انتشار هذه الظاهرة. أسماء حارث كتبت في فيسبوك تقول: يعني صحكوا أطباء مقصرين، بس التعليقات أغلبها مكيفين ويتشفون ويشجعون ضرب طبيب موظف بدائرة رسمية بدون معرفة شنو سبب الاعتداء. ما أستغرب بعد قتل وتهجير أطفال، أنا طبيبة وأشتغل بكل ضمير وأحاول ما أقصر أبدا. وأضافت تقول: بس من أشوف هيش تعليقات، إن شاء الله أستقيل بأقرب وقت وأفتح لي مشروع خاص، لا طب ولا بطيخ، وأحمي نفسي وبرد رأسي، جهد وتعب لمن لا يستحق. سلام أيضا كتب يقول: سابقا كنت ألوم ولا أسمح لكل من يعتدي على كوادرنا الطبية في مستشفياتنا الحكومية، لكن ما شاهدت بعيني استهتار وأهمال الطبيب، ما يقبل يسوي لك عملية في المستشفى الحكومي، بتعالي للمستشفى الخاص الأهلي. أيضا أضاف يقول: شيني طبيب يداوم ساعة 10 بالاستشارة يوم المستشفى وما يستقبل، يا بليش قالوا الطبيب عند ضيوف هسفت نص ساعة. اتقوا الله ولكم الله ولكم الله يرضى عليكم.
آخر تعليق من محمد لطيف أيضا قال لو ماكو تقصير من الكوادر الطبية ما كان أحد اعتدى عليهم، بس أغلب الأطباء والكوادر الطبية ما يتحاشون، وعندهم مهمال واستهتار بأرواح المرضى. إذا أحد حكى وياهم يقول لك إذا ما عجبك أخذ مريضك لغير مستشفى. مشاهدينا أخيرا نكمل مواضيعنا مع حادث طريف. فقد تعرض مواطن في ذي قار للسرقة، ومن خلال كاميرا المراقبة تعرف على السارق وأراد أن يخير بين إعادة المسروقات أو نشر فيديو كاميرا المراقبة. هذا المواطن كتب لوحة علقها على باب البيت، قال فيها، هذه هي اللوحة، قال عزيزي الحرامي الغبي، الأغراض اللي سرقتها من داخل البيت رجعهن، ولك مهلة 38 ساعة لأن عندي فيديو كامل مصور وعرفك، وما أريد أفشل أهلك لأن أهلك خوش ناس وعيب، رجع الغراض وأنا سأترك، تحياتي حجي حسن. طبعا نتمنى أن رسالة حجي حسن وصلت لهذا السارق وأن يكون استجاب لطلبه وعاد له المسروقات. هذه كانت مشاهدينا أبرز المواضيع اللي تم تداولها في فيسبوك عراقيا، والآن نكمل مواضيعنا من مصر. خدمة مدفوعة الثمن قدمتها وزارة الداخلية المصرية، يمكن من خلالها معرفة ما إذا كان زوج تزوج من أخرى أم لا، وإمكانية التعرف أيضا على عدد زيجات المواطن وحالته الاجتماعية، واللي تظهر تفاصيلها خلال استخراج القيد العائلي عبر قطاع الأحوال المدنية، واللي تتيح الوزارة عبر موقعها الإلكتروني. ونشرت الصحف المصرية خطوات استخراج وطريقة دفع رسوم استخراج القيد العائلي عبر بطاقة الفيزا، وقيمتها 64 جنيه تضاف إليها 12 جنيه خدمة توصيل المنزل، إضافة إلى 2 جنيه خدمة التحصيل الإلكتروني، ليصبح المبلغ الإجمالي 78 جنيه، أي ما يعادل تقريبا 4 دولار. هذه الخدمة أثارت كثير من التعليقات الطريفة لدى المصريين. أسامة محمد كتب يقول هيبتنا راحت يا رجالة، السلام مخالفات المرور أغلى من كذا. أما جاك فكتب يقول بكرة بيعملوا خدمة ادفع 200 جنيه واخفي معلوماتك. محمد نادر أيضا غرد، يعني لو قلنا مع كل خناقة بين الست وجوزها حتدخل تتأكد إذا متجوز ولا لا، يعني بمعدل 360 خناقة في الشهر، ده غير لو جوزها تأخر برا البيت 5 دقائق حتدخل برا تتأكد، يعني بمعدل 300 مرة في الشهر، واضرب كل مرة في 64، لكده البلد ماشية فعلا في طريق الإصلاح الاقتصادي صح. محمود سامي أيضا غرد يقول الحكومة عارفة أنه الستات عددهم كبير في مصر وكلهم الفضول حيقتلهم، فكلهم حيشتركوا في الخدمة وكده الحكومة هتلم سبوبة لوز لوز والمصلحة قضيت وكلها تمام. سمر ناصر قالت في تغريدتها أروع خدمة حصلت منذ تاريخ البشرية في مصر، رح تقبر الفقر بسبب هيدي الخدمة لأن النساء حيتهافتن على طلبها، لكن الرجل المصري سوف ينقرض. مشاهدينا المزيد من أخبار السوشيال ميديا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد في يوترندينج، نكمل حلقتنا وجولة مع الأخبار والفيديوهات السريعة اللي تم تداولها في السوشيال ميديا، ونبدأ مع فيديو حقق ملايين المشاهدات تم تصويره في ولاية نبراسكا الأمريكية لامرأة تعترض على ارتداء الكمامة، تسعى أمام الآخرين لاستفزازهم وتناقش حول عدم ضرورة إجراءات الوقاية. That's a, excuse me. I'm coming through. You're so cute. She's coughing at me. She's coughing at me. No, look at you guys. You're so cute. You're such a parent. Okay, whatever. You're such sheep. Why don't you have a mask on? Because I don't need to have one on. I'm not sick and neither are you. Okay, but you don't have to be coughing at me. You don't know who's sick or not. Can't you find it's my allergies. You don't know who's sick or not by looking at me. Oh, yeah. Yeah, and so 2 years ago, before anybody started talking about COVID, you were okay with that, though, going out not knowing you were sick, right? You don't know anything about me. وإلى لقطة نادرة التقطها بعض الأشخاص الذين كانوا على قارب
حيث شاهدوا حوت ميت كان قد انتفخ بشدة بسبب الغازات ثم انفجر أمامهم واختلطت أحشاء بماء البحر. National Geographic event. I got that on video. Are you serious? Are you still videoing? God, I was hoping that was a shark. I thought it was, dude. I just said, like, this thing could explode at any moment. طبعا من المعروف أن الحوت تتكون غازات في جسمها كالميثان وكبريتيت الهيدروجين تتسبب بانتفاخها فينفجر، ويحذر المختصين من الاقتراب من الحيتان النافقة في السواحل حتى لا يتأذى الشخص من انفجاره. من هذا الحوت إلى القط الذي يدعى هرقل والذي يزن 900 رطل وهو أكبر قط في العالم حتى الآن، تم تسجيله في موسوعة جينيس 3 مرات كأكبر حيوان من فصيلة القطط الكبيرة. هرقل ولد نتيجة التزاوج بين أب أسد وأم نمرة، ويعيش في سفاري في ساوث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، ونشر له فيديو على إنستغرام وهو يمشي مع حارسه بينما يخاف الكثير من زائري الحديقة الاقتراب منه. This is obviously a liger, which is the largest. This is one of the largest ligers in the world, if not the largest. We're at Myrtle Beach Safari. Is this an incredible animal or what? And I just don't understand why people think that something that can happen, that does happen naturally, and has happened naturally, people freak out about. But I don't know, maybe they just freak out because it's such an amazing animal. Look at this thing. The biggest misconception is that there were never lions outside of Africa, but there are currently populations of lions living in Asia, right there in India in the Gir Forest, interacting with tigers today. وإلى تركيا وحفل زفاف نادر الحدوث، حيث تزوج أخوان توأم في نفس اليوم من أختين توأم في ولاية أديامان. وحضر حفل الزفاف محافظ وعمدة أديامان، واللي قال أنه هذه هي المرة الأولى اللي يحضر فيها مثل هذا الحفل المميز. من هذا الفيديو إلى موضوع آخر، وعرض أزياء من النفايات في جمهورية الكونغو وفي العاصمة كينشاسا. أقيم عرض أزياء لفناني الأداء الذين يرتدون ثياب مصنوعة من مواد يجمعها من النفايات. يستخدم هؤلاء الفنانين عبوات المشروبات الغازية والأجزاء الداخلية لإطارات السيارات وقطع المرايا في عروض الدورة 5 من مهرجان كين أكت، ليهدف إلى التوعية بالبيئة بقدر ما يروج للفن. وشهدت الشوارع المزدحمة اللي تجمعت فيها القمامة في حي ماكالا الشعبي مسيرة محدودة الحجم بسبب القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا. صاحب فكرة مهرجان كين أكت الفنان التشكيلي الكونغولي إيدي أكيتي يقول أنه صمم أول زي خاص من القمامة قبل 14 عام. إيدي ارتدى زي الفريد من نوعه اللي اشتهر به، واللي تم تصميمه من مئات عبوات الصودا الفارغة، شارك به في الاستعراض الختامي للمهرجان في الشارع الرئيسي من الحي وسط الزحمة الفوضوية لدرجات الأجرة النارية والحافلات الصغيرة
اللي يتكدس فيها الركاب. إلى فندق 5 نجوم من البطاطا. الكل يعشق البطاطا وتعتبر من أكثر الأطعمة المفضلة حول العالم، لكن البطاطا لم تعد أكلة لذيذة فقط، بل أصبحت فندق مجهز بكافة وسائل الراحة وسط الطبيعة في ولاية أيداهو الأمريكية. الفندق عبارة عن منزل ضخم على شكل حبة بطاطس، يحتوي على غرفة نوم لشخصين وغرفة معيشة وحمام مع مقعدين وسرير مزدوج. الحمام ذو السقف الزجاجي يقع في الخارج مباشرة في صومعة قديمة بها مدفأة ومنطقة غسيل فاخرة وحوض استحمام كبير من الصفيح. هذا الفندق يقع وسط مساحة شاسعة تمتد لأكثر من 400 فدان من الأراضي الزراعية، ويتميز بإطلالات رائعة ومنافذ للشحن والطاقة، ومزود أيضا بثلاجة صغيرة وحتى مشغل تسجيلات. أما إذا كنت تريد الصحبة الآمنة اللطيفة، فهناك البقرة جيرسي، وهي بقرة ودودة جداً. المنطقة المحيطة بالفندق تتسم بالهدوء التام وتوفر إحساس بالحياة وسط الطبيعة الساحرة، بعيداً عن التلوث والضوضاء وضغوط الحياة اليومية. الطريف أن الفندق المتنقل أسس كنوع من الترويج لمحصول البطاطس، وحقق نجاحاً هائلاً لدرجة أنه تنقل في أكثر من 48 ولاية خلال 7 سنوات قبل أن يستقر في ولاية أيداهو. أما تكلفة الليلة الواحدة في هذا الفندق فتبلغ 182 جنيه استرليني، تنخفض إلى 91 جنيه استرليني عند الحجز أونلاين. Precious pretty life, lay down on my pillow every night. Put your passion on me every night. Put your passion on me every night. I can stay up with you every night. You'll never pass up any nights. I like everything you said we like. We could be like Lisa Lenny, right? But hello, fellow precious pretty life. Lay down. I love this. Yeah. So much. Put your passion on me. من هذا الفندق في أمريكا إلى اليابان، حيث نجح علماء يابانيون في صنع أول شريحة لحم من بقر الواجيو اليابانية بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد داخل المختبر. استخدم العلماء من جامعة أوساكا اليابانية الخلايا الجذعية التي تم أخذها من أبقار الواجيو، ثم قاموا بإنشاء بنية ذات خصائص رخامية تتواجد في لحوم أبقار هذه الأبقار، واللي تميزها عن قطع اللحم البقري الأخرى. من خلال عزل خلايا لحم البقر، نظم العلماء اليابانيون كيفية تكديس العضلات والأوعية الدموية والدهون، ثم شكلوا هذه الأنسجة على شكل شريحة لحم باستخدام تقنية تسمى طباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد، حيث بالإمكان وضع هياكل الخلايا في طبقات لتشبه الأنسجة الحقيقية في الكائنات الحية. يعتقد العلماء في جامعة أوساكا اليابانية أن الخطوة ستساعد في المستقبل على توفير قطع منتجة على نطاق واسع ومنتجة بشكل مستدام من اللحوم المستزرعة، واللي تشبه إلى حد كبير اللحوم الأصلية. طبعا من المعروف أن لحم أبقار واجيو مكلف للغاية، تصل أسعار الواجيو عالية الجودة إلى سعر الكيلو الواحد يصل إلى 400 دولار تقريبا، بينما تباع الأبقار البالغة بأكثر من 30,000 دولار. في عام 2019 سجلت صادرات الواجيو اليابانية أرباحا قياسية بلغت 268 مليون دولار.
وإلى عمل فني قامت به ممرضة أمريكية تدعى لورا وايس، اللي قامت بتشكيل ثريا بعبوات اللقاح الفارغة بعد استخدامها لتسليط الضوء على جهود الكوادر الطبية المبذولة لإنقاذ حياة الناس من فيروس كورونا. لورا صنعت ثريا اللقاحات الصينية المضيئة من قوارير لقاحات موديرنا الفارغة بعد حصولها على إذن باستخدامها من الجهات المسؤولة، مؤكدة إلى أنها كانت تهدف لتكريم وتقدير جهود الفرق الطبية المبذولة لإنقاذ حياة الأمريكيين. لورا عبرت عن أملها في حصول جميع الناس على اللقاح وأن تكون هذه الثريا المضيئة بارقة أمل لمستقبل من دون كوفيد 19، مشيرة إلى رغبتها في التعبير عن التقدير لأولئك الذين حصلوا على اللقاح أيضا وإهداء هذه الثريا لهم. Boulder County Public Health worker created this beautiful chandelier. It's called the Light of Appreciation. Pretty cool there. It's made out of used Moderna vaccine bottles. Laura Weiss, the nurse behind the masterpiece, wanted to pay tribute to all of those who helped keep people alive. She says she also wanted to honor people who made the decision to get. وإلى موضوع آخر، نساء يتزوجن من الأشجار. في حادثة غريبة أقدمت أكثر من 70 امرأة على زواج من أشجار في حفل أقيم بمدينة بريستول غرب بريطانيا. هذا الحفل أقيم لتسليط الضوء على خطط بناء 166 وحدة سكنية بدلا من الأشجار بالقرب من ميناء بريستول. العرائس التي حضرن الحفل ارتدوا فساتين زفاف تعبر عن ثقافات مختلفة في حفل زفاف رمزي مكون من 74 شجرة. استلهم منظمو هذا الحفل الفكرة من نساء حركة الشيبكو الهندية واللي ظهرت في سبعينيات القرن الماضي، حيث كانت النساء تحتضن الأشجار في منطقة الهملايا لحمايتها من القطع. مؤسسة الحزب قالت أنها تأمل في أن تمر رسالة الزواج، وهي أن الأشجار هي شريكنا مدى الحياة. هذا كل ما لدينا من أخبار السوشيال ميديا، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.